السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفو لي سيركوي سامبل اكورون كونتينيو. غنبداو باول حاجه اللي هي دائما كنبداو بها اللي هي سيركوي اون سيري دي ريزيستانس ايكيفالون. دونك يكون عندك واحد السيركوي فيه بزاف ديال لي ريزيستانس. حاليا غادي نشوفو مثلا نبداو اون سيري كيكونوا دي ريزيستانس اون سيري كيفاش غادي نحسبو ريزيستانس ايكيفالون او لا المقاومه المكافئه. قبل علاش كنحسبو هاد لا ريزيستانس؟ في البدا دابا حنا ملي كنشوفو داكشي من الفوق كتبان لنا ريزيستانس هنا ريزيستانس هنا ريزيستانس هنا كيبان لنا واحد السيركوي معقد. بينما لو كورون اللي كيخرج لنا سواء من جينيراتور سواء من ان كابتور من اي حاجه من اي سورس ما كيشوفش لهادي سيري مع هادي باراليل مع هادي. كيشوف لا ريزيستانس ايكيفالون ديال السيركوي كامل ديك المقاومه اللي غادي يلقاها قدام. واش هو اللي كيشوف؟ اوكي غادي نبداو بسيركوي اون سيري دي ريزيستانس. يعني كانوا عندنا بزاف ديال ريزيستانس اون سيري كيفاش نحسبو ريزيستانس ايكيفالون؟ مثلا ناخذو مثلا هادي ار1 ار2 مثلا ار3 ياك. حنا بغينا نحسبو لا ريزيستانس ديال ايكيفالون ديال هاد الثلاثه ديال لي ريزيستانس. كنقولو بلي لا ريزيستانس ايكيفالون هي ار1 زائد ار2 زائد ار3. سيركوي سيري ساهلة نديروها اون جينيرال. غنديرو ثلاثة النقاط حتى ار1 ونقولو بلي لا ريزيستانس ايكيفالون ديالنا اللي هي مجموع من ان كتساوي واحد حتى الان ديال ار1. يعني كون عندك 1000 ريزيستانس راه لا ريزيستانس ايكيفالون هي 1000 عفوا هي المجموع ديال دوك لي ريزيستانس. هذا بالنسبه لي ريزيستانس اون سيري. ناخذ واحد الابليكاسيون ديال هادشي باش نفهمو. عندنا واحد لو سيركوي بحال هكا هذا سيركوي اون سيري. هذا لو سيركوي اون سيري هادي لا سورس او كتساوي 220 فولت. هادو هذا سيركوي اون سيري. سيركوي اون سيري كيسيركولي فيه ميم كورون. يعني الكورون اللي غادي يدخل اي ار1 راه هو اللي غادي يخرج هنايا اي ار2 راه هو النيت. انا كنت سميت باش نقول لكم راه ما كاينش اختلاف. اي ار3 راه ملي كيكون سيري يعني اي ار1 كتساوي اي ار2 كتساوي اي ار3. دابا السؤال المطلوب منا حنا هو نكالكيلو لو كورون طوطال ديال السيركوي. الكورون اللي كيجي من هاد لاسورس هادي طبعا غتقول لي دابخي لوا دون اي كتساوي او على ار فوالا. ولكن انا عندي ثلاثه ديال لي ريزيستانس وقلنا على ان السيركوي كيشوف لي ريزيستانس ايكيفالون. بما اننا عندي هاد لي سيركوي اون سيري دونك غادي يولي بحال هكا. غادي يشوف شحال غادي يشوف ريزيستانس وحده اللي غادي نسميها انايا ريزيستانس ايكيفالون. وهاد لا ريزيستانس ايكيفالون سولو هاد الشيء اللي قلنا هنايا بحال مثلا هنايا ار1 زائد ار2 زائد ار3 اون جينيرال لا مجموع ديال لي ريزيستانس. يعني هاد ار ايكيفالون كتساوي ار1 زائد ار2 زائد ار3. لي شحال تساوي 4 زائد 6 اللي هي 10 زائد 12 اللي هي 22 اوم.